وبشأن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق ومطالبات منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة الكاظمي بوقف الانتهاكات ضدهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح أو بيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش، حيث قالت في هذا البيان إن الصحفيين في العراق يتعرضون لتهديدات تجبرهم على الرحيل. لو تصف لنا واقع العمل والبيئة التي يعمل فيها الإعلاميون في العراق. نعم، لعل عبارة أن العاصمة العراقية بغداد أو العراق بصورة عامة هو أسوأ مكان في العمل الصحفي على وجه الأرض عبارة لا تكون كافية لوصف ما يتعرض له الصحفيون في العراق. نعم. ذلك لأن الصحفي العراقي يعمل وسط مجموعة من المخاطر تتمثل بأجهزة الدولة الأمنية التي تمتاز بالقمع ضد الصحفيين، إضافة إلى الأحزاب السياسية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير معرضة للانتقاد، إضافة إلى الميليشيات المسلحة التي أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة في العراق ولديها مناطق نفوذ في العاصمة العراقية بغداد. أيضا هذه الميليشيات تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد. أضيف إليها عنصر آخر وهو الزعامات العشائرية والقبلية، هي الأخرى تعتبر نفسها فوق الانتقاد وأيضا تعتبر نفسها أقوى من الدولة. وهذه نتيجة لضعف الدولة وحالة الفوضى التي يعيش فيها العراق حاليا. طيب. لذلك على الصحفي أن يعني وفي وسط كل هذه المخاطر يمارس عمل الصحفي ويتعرض لستة أنواع التنكيل من عمليات اغتيال منظمة على يد عصابات وميليشيات. نعم. ومن عمليات اعتقال، وأيضا ما يتعرض له الصحفيون خلال أدائهم لعملهم الصحفي من مضايقات وبألفاظ نابية وتعرضهم للضرب، وآخر ما حصل لبعض الزملاء عند تغطية إسقاط مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. وكنت أنا واحد من الصحفيين الذين كانوا بجوار هذه الحادثة وشاهدت بأم عيني كيف أن قوات حزب النظام ضبت الطرف عن الميليشيات التي دخلت في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب. وتركتهم يحرقوا هذه البناية ولكنها توجهت نحو الصحفيين واعتقلت. في هذه النقطة تحديدا أستاذ أحمد، يعني هجمات الميليشيات والقوات الأمنية الحكومية على الصحفيين لم ولا تتوقف، بل تزايدت بعد اندلاع ثورة تشرين. لكن هنا بماذا تفسر تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين خاصة في الفترة الأخيرة؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يتمثل في أن الإعلام والصحفيون العراقيون كان لهم موقف مشرف تجاه انتفاضة تشرين، ويبدو أن الميليشيات والأحزاب السياسية قد عقدت أمنية على محاربة الأصوات الحرة وعلى محاربة الإعلام والصحفيون الوطنيون الذين غطوا مجريات وأحداث انتفاضة تشرين. لذلك شاهدنا كيف أن عمليات التنكيل وعمليات الاعتقال والاغتيالات قد تصاعدت منذ انطلاق ثورة تشرين. شاهدنا كيف أن الصحفيون تعرضوا لعمليات اغتيال وعمليات اعتقال بسبب تغطيتهم لهذه الانتفاضة. نعم. وأيضا حتى أن الصحفيين تعرض لعمليات اعتقال وإقامة دعاوى بسبب تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك نستطيع أن نقول بكل ثقة أن الصحفيون كانوا رأس الرمح في انتفاضة تشرين، لذلك من الطبيعي أن تتوجه إليهم اتهام الأحزاب والميليشيات بالنيل في الموقف هذا.
أستاذ أحمد، المنظمة أصدرت تقريرا أقصد بذلك منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، لكن هذه التقارير الدولية هل لها أهمية في إصدار مثل هذه البيانات؟ نعم، نعتقد أن المجتمع الدولي صار قريبا حول ما يجري في العراق. نشاهد أن أجزاء ما يجري في العراق على مستوى انتفاضة ثورة تشرين أو ما تعرض له الصحفيون أو ما تعرض له المدنيون الذين أعدموا بدم بارد على يد ميليشيات العصائب، كيف أن هذه الأخبار تفاعلت ووصلت إلى مديات دولية، نعتقد أنها بداية جيدة. لكن في نفس الوقت نعتقد أن هذه المواقف ليست كافية، بل يجب على الحكومات المهمة مثل الدول المهمة في المنطقة وكذلك الدول المهمة في مجلس الأمن وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تتخذ موقفا حازما وتكف عن مواصلة دعمها لأحزاب ولميليشيات ولحكومات فاشلة وأثبتت طائفيتها وأثبتت فشلها في التعامل مع العراقيين، ويجب أن يوضع حد لاستمرار هذه المهزلة في العراق بقرار دولي وبجهد أممي. أستاذ أحمد، هناك دعوات موجهة إلى الحكومة في بغداد إلى موضوع الجدية بشأن حماية الصحفيين وبالتالي ضمان سلامتهم، لكن هل تعتقد أن الحكومة ستستجيب لهذه الدعوات؟ ولو استجابت، هل تعتقد أن الحكومة قادرة على كبح جماح الميليشيات؟ بالتأكيد لا، يعني الحكومة عاجزة تماما عن حماية الصحفيين، لأنها بالأساس عجزت عن حماية المدنيين في مناطق يعتبر أنها مناطق ممسوكة بقبضة من حديد من القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها، فكيف تطلب من حكومة عاجزة أن توفر الحماية للصحفيين؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ربما 80% من الأجهزة الأمنية تتبع لأحزاب، ونجد أن الآمر في الوحدة العسكرية أو الضابط في مركز الشرطة ولاؤه ليس للدولة بل ولاؤه للحزب الذي دعمه للوصول إلى هذا المنصب. بالتالي تعامل هؤلاء يكون تعامل انتقائي وتعامل مسيس ومتحزب عندما يتعامل مع قضايا الاعتداء على الصحفيين. إذا كانت المواد التي ينشرها الصحفي تتعرض بشكل أو بآخر للحزب الذي يتبع إليه هذا الضابط أو ذلك الآمر، لذلك ليست هنالك جدية، لأن الأجهزة الأمنية الحكومية أجهزة للأسف أثبتت فشلها مرارا والحوادث في ذلك كثيرة. من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لكم.